كنحب الاخوان ديال المنبر الرياضي والتيزن فيهم اللي تيكونوا معنا هذا الحفل ديال الافتتاح ديال قاعه التصوير الرز واللي تتبع الجمهور التيزني كافه يعني هاد ثلاث ايام ديال المهرجان اللي عرف مشاركه ديال واحد العدد ديال الفرق الرياضيه والانديه سواء الرياضات الفرديه او الرياضات الجماعيه واللي عرفت كذلك حضور ديال جمهور رياضي واسع وكيشمل كما لاحظنا انه حتى العنصر النسبي والعائلات تحضروا الفرصه انهم يحضروا في تتبع هذه الانشطه وهذا المهرجان هذا من جهه ومن جهه ثانيه الفرق الرياضيه التسنيزي الان بمناسبه الافتتاح ديال هذه القاعه مطالبه ببذل يعني اقصى الجهود باش يحققوا نتائج ايجابيه وبلوغ مراتب عليا في الرياضه على المستوى الوطني وكنتعرفوا ان الاجواء يعني الظروف تغيرت في الماضي كانوا كيتدربوا في دي تيران ظروف ماشي ولكن الان عندهم ظروف جيده قاعه مغطاه يعني اذا مطالبين بتحقيق نتائج مرضية وكنستغل هذه الفرصة نمرر في المساحة يعني أنتي ميساج للجمهور الرياضي التيزنيتي أنه كنوجه كلمة الشكر للتراليزيو اللي حضروا معنا في هذا الافتتاح وداروا واحد النشيط ممتاز ووعدونا أنهم غادي يساهموا معنا في الحفاظ على الجهات ديال القاعة وكنزيد الجمهور اللي ما خاش مع الفكرة كنطلبوا منهم انهم يزيدوا معنا في تسميتهم باش نحافظوا على التجهيزات وعلى هذه المعلومة الرياضية وتبقى كقيمة مضافة.